منذ صباح الباكر العشرات من العراقيين جاءوا إلى هنا حيث ساحة التحرير، الذكرى الأولى للخامس والعشرين من تشرين، ذكرى انطلاق الثورة. أهم المطالب التي رفعت اليوم هو حل البرلمان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي، إضافة إلى محاسبة قتلة المحتجين. لتفاصيل أكثر تابعونا اليوم بتغطيات مباشرة وخاصة عن هذا اليوم عبر شاشة الفلوجة الفضائية.